خوتي المغاربة صباح الخير عليكم. اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 كتشوفوا هاد الجوقة هادي اللي كاينه هنايا امام المقر ديال بريد المغرب وسط المدينة حدا المقر ديال المجلس البلدي عندنا هنايا في اكادير. هادي العشرة الصباح كاينة 12 درجة، الناس جاو لهنايا جويه 7 الصباح باش يشدوا النوبة، كاين اللي جاي في 6 ونص الصباح، وكانت 7 ديال الدرجات 8 ديال الدرجات ديال الحرارة، يعني السم ديال البرد. هاد الشيء اللي كتشوفوه هنايا راه مدة 3 الأسابيع وهاد المنظر بحال هكا. شكون هما هادو؟ هادو الطلبة ديال جامعة بن زهر، كيجيو ياخذوا المنحة ديالهم هنايا حوالي 1800-1900 درهم لثلاث شهور، يعني 600 درهم الشهر. وشوفوا الزحامات، شوفوا على كارثة، أنا كنسمي هادشي كارثة، لأن ما يمكنش شي نتكرفصوا على المواطنين بحال هكا. من بعد كاين تناقضات، الدولة كتقول لك كاين كورونا خاص التباعد الاجتماعي، البارح والنهار الجمعة سدوا مسجد في تالبرشت لأن الإمام قال لك فيه كورونا، سدوا مسجد على قدو. الا حصلوا شي واحد ما دارش الكمامه 300 درهم. المهم الدوله واخده عن جديه هذا المشكل ديال كورونا، ولكن هاد الشباب اللي هنا يقول لي الا بغاو يشدوا هادو الصف، اولا كي غيديروا لهاد الصف؟ يعني خصهم واحد الكيلومتر ديال الصف نظرا للعدد الهائل ديال الطلبه اللي كاينين هنايا. راه بريد المغرب ديال تالبرشت حتى هي فضيحه اللي كاينه تما ديال الناس، يمكن دابا يمكن واحد 100 ديال الشباب وكثر اللي واقفين تما، والزحامات كلشي كيدافع، ماشي باش لان خصك تسمع سميتك، خصك تدخل باش تقضي غرض، كي غادي دير النوبه ما موجدينش ليهم، كيفاش غيديروا هاد الناس هاد الطلبه بغاو يشدوا الصف؟ كيفاش غيديروا؟ واش كاينه واحد لي تيكتوز؟ واش كاين شي بوق باش يسمعوا سمياتهم؟ واش كيفاش غيديروا لهاد النوبه؟ حتى حاجه ما عليك غير تزاحم، راه هادشي بحال اللي وقع لينا داك النهار في المحكمه، خرجونا من القاعه كيخرج هذا كيغوت بالسميه ضروري تجوق باش تسمعوا. واش هادشي مقبول في 2021؟ انا بغيت نعرف اولا هادشي حدا المقر ديال المجلس البلدي، هاد ممثلين ديال الساكنه يعني المنتخبون رئيس المجلس البلدي والنواب ديالو، واش ما كيشوفوش بان هادشي راه كاين خلل ويخرجوا ويشوفوا شنو هما المشاكل ويدافعوا على الساكنه ويقولوا اللهم ان هذا منكر، ويشوفوا شنو هي الحلول باش هاد الطلبه بالكرامه ديالهم يتوصلوا بهذيك المنحه. البرلمانيين فين هما؟ واش حتى شي برلماني ما كاين هنايا ما يدور يتكلم على هاد الشباب يشوفوا شنو هو الحلول؟ علاش شنو كنتكرفصوا على الناس؟ كيفاش بغيتوا هاد الرجال ونساء المستقبل يتيقوا في الاداره المغربيه وهما كيتكرفصوا غير في هاد التخربيق هكا؟ من بعد غادي نطلعوا للسلطات المحليه، واش السيد الوالي هادشي هادي ثلاثه الاسابيع وهاد الفضيحه كاينه وكيتجوقوا هذا، واش ما كيشوفش بان نعيط لرئيس الجامعه اسيدي غادي نفتحوا مقرات والناس ديال بريد المغرب ونشوفوا الابناك ونديروا حلول ويتوصلوا بهذيك البطاقه ولا دي فيرمون بونكير لكل شيء؟ ولا 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 عطى الله الحلول، كاينين ابناك اللي كيحلوا الحسابات البنكيه بلا فري بلا حتى حاجه، ونحلوا لهم كل واحد يمشي يحل حساب في شي بنكة ويعطيونا الارقام وداك الشيء كل شيء يكون غير انفورماتيزي، ولا هاد الشوهه هادي في 2021 في مدينه اكادير؟ شوفوا معايا البوسطه ديال تالبرشت، واش ماشي عيب هاد الشيء؟ شوفوا الطلبه والمعاناه ديالهم، شوفوا شحال، واش هاد الشيء مقبول؟ جالسين مساكن كيتسناو غيدوزو النهار ديالهم هنايا. شوفوا الشباك ماشي الشرجم ومزاحمين مساكن كلهم في هاد الظل هذا والبرد، غير هاد الدص بعدا اللي جالسين عليه غيطلع عليهم البروديه اللي غادي يخسروا دوك الفلوس غير عند الطبيب. ساليت من البوسطه انا جيت لهنايا المقر ديال صندوق الضمان الاجتماعي. شوفوا عاوتاني الجوقه، الناس هنايا من 7 الصباح شادين النوبه ديالهم، واش هادشي مقبول؟ راه ما مقبولش هاي. عاوتاني مره اخرى فينا هما ممثلين الساكنه؟ فينا هما البرلمانيين
فينا هي السلطة المحلية. معاناة صراحة، معاناة مع الإدارة، ولكن خصوصا معاناة مع اللامبالاة ديال المسيرين مختلف الرتب ديالهم، لأن هادشي عيب وعار. ومن بعد غادي نتسائلوا علاش الناس ساخطين على البلاد، علاش الناس كتنتفض، علاش الناس كتسب في البلاد في الوقت، لأن شي وحدين ما داروش خدمتهم وصافي. بكل بساطة لما كنمشيو لشي بلاصة، شي إقليم ولا شي ولاية ولا شي جماعة، وكتلقى الناس عندهم الكفاءات وخدامين، كتلقى المواطن مرتاح. ولكن يمكن 1% اللي عندنا في هذا المغرب، شوفوا على فضيحة، حشومة حشومة حشومة، والله يدير شي تاويل الخير. ما كنفهمش هذا الشيء أمام مقر الولاية، يعني السيد الوالي حل الشرجم ديال البيرو ديالو، غادي يبانوا ليه هاد الناس وغتبان ليه هاد الجوقة، وغادي يشوف بأن وضعية غير سليمة. ياك كتقولوا كورونا، ياك كتقولوا ما عرف شنو، وغادي ينزل وغادي يسول هاد الناس شنو المشكل، وهاكي باش غنديروا المرة الجاية. وما عمرها تيبقى يتعاود هاد الشيء، راه يوميا، واليوم راه قليل، راه يوميا الجوقة ديال الناس هنايا. صراحة ما كيتفهموش ليا هاد المنتخبون ولا البرلمانيون ولا السلطة المحلية ديال مدينة أكادير، لأن هادشي بزاف معيق شي شوية. واش هاد الناس واعيين بأن المغرب كيدوز في واحد الظرفية حرجة اجتماعية واقتصادية؟ شتو شنو واقع في الفنيدق، شتو شنو كيوقع مرة مرة في شي بلايص. هادشي كله كان يمكننا نتفاداوه إلا كانت عندنا حسن تدبير المدن والجماعات ديالنا. راه حشومة هادشي اللي كنديرو في المواطنين، ومن بعد نمسحوها في الدولة، ولا نقول غندوز 4 سنين ديالي ونمشي بحالتي، لأن عندي باسبوري ولا عندي فلوسي خارج المغرب، ولا غادي نمشي لشي مدينة ومهم أنا عندي علاش نرجع وما نخممش في البلاد. الله يهديكم. هادشي اللي عندي ما نقول لكم، غادي نبقاو واخا شوف واخا هاد المشاكل كاملة غادي نبقاو متفائلين، وهاد الناس والله حتى غادي يخلصوها، غير ما خلصوهاش في الأرض غادي يخلصوها الفوق. إيوا الله يحفظنا ويحفظكم، وإن شاء الله خير.